5 صباحا الثانية بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي على ضرورة مواصلة جهود التصدي للسياسات الإسرائيلية الهادفة لمنع إقامة الدولة الفلسطينية، أخذا في الاعتبار قرب مرور عام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستمرار تجاهل إسرائيل لكافة القرارات الأممية الرامية لوقف إطلاق النار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة تميم خلاف إن عبد العاطي شدد خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء الخارجية العرب والذي انعقد على هامش فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شدد على أهمية توظيف المحافل الدولية والإقليمية المقبلة لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية في إطار مسار شامل لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما شدد على رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تهدف لاستمرار احتلال قطاع غزة وغلق معبر رفح أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو شرعنة وتوسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية لفرض الأمر الواقع. وأشار وزير الخارجية إلى التطورات في لبنان وإدانة مصر للتصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان والعمليات العسكرية الموسعة التي أدت إلى استشهاد وإصابة المئات من اللبنانيين من بينهم نساء وأطفال. وأضاف أنه بينما تستمر مصر في جهودها لوقف إطلاق النار في غزة واحتواء المخاطر التي نتجت عن الحرب هناك، فإنها تدعو في هذا السياق القوى الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة والذي يهدد مصير شعوبها وأفق السلام. كما تدعو مصر إلى تسوية الأزمة بشكل سلمي ووقف التصعيد فورا والبدء في تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 دون انتقائية وإتاحة الفرصة أمام الحلول الدبلوماسية للحيلولة دون تفاقم الأزمة. يأتي هذا فيما أكد اجتماع وزراء الخارجية العرب في نيويورك على التضامن الكامل مع لبنان حكومة وشعبا وإدانة العدوان الإسرائيلي المتصاعد عليه بشدة. وخلال اجتماعهم على هامش فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حمل وزراء الخارجية العرب إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير على لبنان وتداعيات شن عدوان واسع بما قد يدفع لحرب إقليمية شاملة ويهدد أمن المنطقة. وأكد وزراء الخارجية العرب أهمية التنسيق مع الدول الأعضاء بالمجموعة الإسلامية لحث المجتمع الدولي على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان بشكل فوري. حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من حرب شاملة في المنطقة تزامنا مع التصعيد الذي وصفه بالخطير في لبنان. وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل لوقف التصعيد في لبنان لكن أسوأ التوقعات توشك أن تصبح واقعا. وشدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على أن التصعيد في لبنان خطير ومقلق للغاية. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن لا تعتقد أن التصعيد الإسرائيلي لإجبار حزب الله اللبناني على خفض التوتر سيؤدي إلى النتيجة المرغوبة بخفض التصعيد، معبرة عن اختلافها مع الاستراتيجية الإسرائيلية. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية في نيويورك إن الصراع كان محورا رئيسيا في لقاءات وزير الخارجية أنتوني بلينكين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن واشنطن لديها أفكار ملموسة لمنع حرب أوسع نطاقا وستسعى إلى مخرج للتوترات، مجددا معارضة واشنطن غزوا بريا إسرائيليا يستهدف حزب الله.
افتتحت مدرسة إبدأ الوطنية للعلوم التقنية بمدينة بدر العام الدراسي الجديد بمعسكر تدريبي للطلاب بهدف تجهيزهم للاندماج في المنظومة التعليمية المتطورة بالمدرسة وتطوير مهاراتهم الشخصية وتزويدهم بالمعارف اللازمة في مختلف المجالات التقنية والذكاء الاصطناعي. وتؤمن إبدأ بأن التعليم لا يقتصر على الفصول الدراسية وتسعى دائما لتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار لأبنائنا الطلبة. انتهى الموجز الإخباري، والمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة، وهذه تحياتي عمرو شهاب، في أمان الله.